أستاذة آية أبو المجد، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية، ابدأ معي عبر الهاتف. أستاذة آية، ابدأ وإنجازات على الأرض ويد من المساعدة قدمت فعليا لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. حدثيني عن المبادرة ومدى انتشارها في من يطلب المساعدة. مساء الخير. أهلا بيكي، تفضلي. أهلا بحضرتك يا فندم. هي كانت مبادرة ابدأ، كانت جت بتوجيهات سيادة الرئيس الجمهورية بربط حياة كريمة بمشروع صناعي متكامل عشان يتم استدامة المشروع. بدأنا نشوف المصانع، عندنا 3 محاور: محور الشراكات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، محور التدريب. اشتغلنا على محور الشراكات الكبرى بشراكات مع كبار المستثمرين، ودخلنا في حقيقة المشاريع معاهم، وده هيوفر دلوقتي فرص عمل بإذن الله. وهنعمل كمان توفير، جمعنا المصنعين المنافسين في مشروع متكامل واحد، وعندنا مشروع دعم الصناعة. بنشوف المصانع المتعثرة سواء إنها بتراخيص متأخرة أو بتقديم طلبات أراضي أو بتأخير إنها ما توفرهاش مرافق، بنوفر ده دلوقتي مع الجهات المعنية بذلك، وبنحاول إن احنا نوفر على المستثمرين ونقوم الصناعة تاني من الأول. وعندنا بقى محور التدريب، إن احنا محور التدريب بنوفر للناس اللي بندربه عشان يشتغلوا في المصانع اللي إن شاء الله إن احنا بننزلها. على أي أساس بيتم هذا التدريب؟ هل هناك نوع من التواصل مع المصانع ومن ثم نستطيع معرفة حاجاتهم وتقوم عليها عمليات التدريب، أم التدريب بشكل عام في مجالات عدة ويصبح السوق مفتوحا أمامهم في أي من المجالات؟ يا جبهة، ده بالمشاركة مع حياة كريمة بنوفر للناس ونشوف أي ده يعني أي تدريب محتاجينه في الشراكات أو ده، ونوفر لهم التدريب، ويتم بعد كده العمل ان هو يتم تعيينهم. نعم. استاذه ايه، لمن يريد التواصل مع ابدا ماذا يفعل؟ بعد مؤتمر اطلاق ابدا اطلقنا الويب سايت للمبادره، وبيتم التقديم عليه من خلال ان احنا بنقدم المشاكل او اي حاجه بيحتاجها المستثمرين على الموقع السايت. الموقع الالكتروني الخاص بالمبادره. بالضبط. ومن ثم يتم التواصل معهم. هل تشكل مبادرة إبدأ أو شركة إبدأ حلقة وصل مع الحكومة المصرية أو الدولة المصرية ما بين القطاع الخاص والقيادات التنفيذية داخل الدولة؟ أكيد إحنا بنقعد مع القيادات على ترابيزة واحدة بنحل المستثمرين، أكيد هل نوصل مشاكل المستثمرين دي، أكيد بنقعد معهم. كيف ترين مستقبل المبادرة فيما هو قادم وتأثيرها على ريادة الأعمال؟ لا إن شاء الله تأثير على ريادة الأعمال، إن إحنا بدأنا النهاردة كمان، إحنا موجودين معاك يعني حاليا وأنا بتكلم في محافظة الدقهلية، وواجهنا كان في مصانع وحاجات متعثرة، والنهاردة عرضناها قدام سيادة الرئيس، كان في مشاكل وواجهناها وحليناها وبدأ المصانع تشتغل، وده كانت لمسة مننا على الأرض. بشكرك جزيل الشكر الأستاذة آية أبو المجد، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية. ابدأ.